متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من الطريق الرابطة بين بوزنيقة وبن سليمان. كما كتعرفوا كامل الطريق عرفات إصلاح أكثر من سنتين، فالحمد لله شوفوا كيفاش ولات بعض الإصلاح ديالها، فولات في دوبل فوا صراحة، ولات مثل الطريق السيار. فكل الشكر للناس اللي قايمين بهذا الواجب، المتابعين الكرام اللي كيشاهدوا معنا، فهذا ربح كبير لمدينة بن سليمان وإقليم بن سليمان بصفة عامة. كما كتشاهدوا معنا حال الطريق كيفاش ولات بعد الإصلاح الذي دام أكثر من سنتين. كما كتشاهدوا معنا حال الطريق كيفاش ولات قدامكم متابعينا الكرام. كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر من الطريق الرابطة بين بوزنيقة في اتجاه مدينة بن سليمان. فربح كبير للمدينة بهذه الطريقة متابعينا الكرام. فكما كتشاهدوا معنا الإصلاح لازال جاري لحد الساعة، كما كتشاهدوا معنا الإصلاح مازال لحد الساعة. لي رونبوا كيخصلحوا فيهم كما كتشاهدوا معنا على البث المباشر، كيحاولوا يديروا الاعمده ديال الاشارات المرور، كذلك كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر كيرسموا الخطوط ديال الطريق. صراحه كل الشكر للناس اللي واقفين وقايمين بهذا الواجب كما كتشاهدوا معنا. متابعينا الكرام نذكركم انتم معنا في بث مباشر من الطريق الرابطة بين بن سليمان وبوزنيقة، بالضبط من بوزنيقة في اتجاه مدينة بن سليمان، الطريق اللي عرفت اصلاح اكثر من سنتين، فالحمد لله شوفوا كيفاش ولات بعد الاصلاح، فاصبحت طريق جد ممتازة كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي، فأنتم معنا في بث مباشر من الطريق الرابطة بين بوزنيقة في اتجاه مدينة بن سليمان، طريق اللي عرفت إصلاح أكثر من سنتين. الطريق رقم 305 رقم 8. متابعينا الكرام فانتم معنا في الطريق الرابطة بين بوزنيقة وبن سليمان ذات الترقيم، هذه الطريق هي ار 305، طريق وطني هذا الطريق متابعينا الكرام، ار 305 في اتجاه مدينة بن سليمان. كما كتشاهدوا معنا كيفاش ولات بعد الاصلاح ديالها، فكانت ملقبة بطريق الموت، الطريق كانت ملقبة بطريق الموت، فالحمد لله بعد الإصلاح ديال شكوش ولات عكس ما كانت في الأول. الطريق هي طريق ار 305 متابعينا الكرام. اذا متابعينا الكرام نذكركم شوفوا حال الطريق كيف اصبحت بعد اصلاح الذي دام اكثر من سنتين متابعينا الكرام. فالحمد لله اصبح الطريق بمستوى عكس ما كانت عليه، كانت ملقبه بطريق الموت، طريق بوزنيقة بن سليمان عرفت عده
حوادث سير اللي هي كثيره وبزاف. إذن متابعي الكرام، كنتم معنا في البث مباشر من الطريق الرابطة بين أوزنيقة في اتجاه مدينة بن سليمان.